دفتر شروط قيد الإنجاز لإطلاق مناقصات اقتناء القارئة المتنقلة المتحكمة في نظام التنقيط. استخراج رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر 48 ولاية عبر تعميم الشباك الإلكترونية بعد انطلاقه في العاصمة والأغواط كولايتين نموذجيتين، وتسليم 9000 رخصة إلى حد الساعة. كاين فوج عامل راهو يعمل على كايد شارج باش لان رخصه السياقه بالتنقيط تستدعي اعتاد اللي هما لي ليكتور موبيل باش يستعملوا لي باراج لي سيرفيس سيكوريتي باش يقوموا بهذا المهم. دونك على كل حال باسكو عباك لي زابيل دوفر سي فيها كود دي مارشي، فيها الانفركتيوزيتي، فيها وفيها بزاف لي كونكورون اكسيتيرا. دونك سافا بروند دو طون. تعميم الشباك الالكتروني، اليوم الشباك الالكتروني راهو معمم على ولايه الجزائر كذلك، وعلى وبدا يتعمم منذ اسبوع على جميع بلديات الولايات اللي كومين شافليو. رخصه السياقه الوطنيه بالتنقيط اين سيتم ادماجها في الشباك الالكتروني؟ سلمنا اكثر من 9000 ورخصه سياقه بيومتريه. الافراج عن البطاقه الرماديه ولوحه الترقيم الالكترونيتين في 2019، هذا ما كشفه مدير السندات والوثائق المؤمنه بوزاره الداخليه. هو مشروع كذلك انطلق في نفس الوقت مع رخصه السياقه البيومتريه. راه الاعمال راهي اونكور، دونك كاين هذه، كاين لابلاك دي ماتريكولاسيون سيكوريزي، كاين لا كاليبراج تاع لي ماشين، كاين دي ديفلوبمون تكنيك. احنا استرناها ان شاء الله في 2019، درنا ليتيود في غليزان لان فيها في ولايه غليزان لان فيها مصنع تاع تركيب السيارات، درنا ليتيود في الجي لان فيها اداره مركزيه تاع رونو. 2020 سنة المفاجآت في مجال العصرنة، ليبدأ العمل بالدفتر العائلي الإلكتروني عبر تطبيقات بطاقة التعريف البيومترية. البطاقة التعريف الوطنية فيها تطبيقيات، دونك راح نعمو فيها، مي راح نلونسيو الخدمة، ماشي نستناو حتى التعميم راح يكون بالك في وحدو. وفي رميزو راح نلونسيو خدمات بهذه البطاقة. من بين الخدمات اللي راح نلونسيوهم في هذه البطاقة هي الدفتر العائلي الإلكتروني. عن جانب التقنيه رانا افونسي ديجا، درنا بزاف خدمات، مازال فيها عامل من الجانب القانوني. دونك كاين لجنه تعمل على الجانب القانوني، من 2020 ان شاء الله يتلونسا هذا البروجي هذا ان شاء الله. وبطاقه التعريف الوطنيه راح يكونوا فيها بزاف مفاجات لانها راح تسهل الاداره الالكترونيه عن قريب جدا. رقمنة الإدارة مشروع يراد منه القضاء على مظاهر البيروقراطية التي تطبع مختلف الإدارات وتخفيف الإجراءات على المواطنين والذهاب نحو صفر وثيقة في مرحلة لاحقة.